السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، شرفتكم كامل بخير وعلى خير. معكم كالعادة سيمو فلوغ من مدينة مناوس البرازيلية. إن شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير خاوتي. واللي مش اللي أول خطرة شاف الفيديو ماذا بيه يشارك معنا في القناة، يابوني في القناة هكذا باش يلحقوا جديد وش نديروا جديد يلحقوا. وجماعة اللي راهم يدعموا فينا بالتعليقات والإعجابات بارك الله فيكم ويعطيكم الصحة خاوتي. اليوم الموضوع تاعنا هو موضوع كيفاش تدير اللجوء في البرازيل. قبل ما نبدأ في الموضوع خاوتي، كاين بزاف اللي بعثوا لي في الصفحة الشخصية نتاعي في الفيسبوك والانستغرام ويسقسوني يقولوا لي باللي فتحت السفارة نتاع البرازيل والله مازال ما فتحتش. خاوتي انا ننصحكم نصيحة، ما تفتح السفارة تاع البرازيل ما تفتحش ملف تاع شراء سياحية، خاطرش ما تفتح السفارة خاوتي راح يرفضوا لك، تدفع هذا الوقت راح يرفضوا لك. علاه؟ على بالهم باللي السياح دوك حاليا ما يدخلوش البرازيل، السياح يخافوا باش يدخلوا البرازيل علاه فيها بزاف حالات نتاع كورونا. انا ننصحكم مازال ما تدفعوش دوكا، حباب تفتح السفاره ما تدفعوش، خلوا حتى يخلص المشكل هذا ويقول لي السياح عادي يدخلوا هنا البرازيل باش تدفع الملف. هذه هي خاوتي ننصحكم، وان شاء الله ان شاء الله فيها خير خاوتي ان شاء الله. ندخلوا في الموضوع كيفاش تدير اللجوء هنا في البرازيل، يعني كي تجي البرازيل كيفاش تدير اللجوء. اول حاجه فهمكم باللي هنايا ما يمدوناش لجوء الجزائريين ولا التونسيين ولا المغاربه، على بالهم باللي احنا ماناش في حرب والبلاد تاعنا مستقره وما فيها حتى مشاكل، عليها ما يمدوناش لجوء. اما يقبلوا لك طلب اللجوء يقبلوا لك ويعطوك بروتوكول، البروتوكول هذاك يعطوك بالعام، يعني تقدر العام الاول تزيد يخلص لك تزيد تجدد العام الثاني العام الثالث العام الرابع، يعطولك في حاله اذا ما درت حتى مشكل، يعني اذا ما حكموا عليك حتى مشكل يعطوك بروتوكول، يعني يجدوا لك البروتوكول. هذه اذا في حاله اذا ما عطاولكش اللجوء. واللجوء هنا راه صعيب لينا احنا خاوتي، هذه اللي نقولها لكم. وكيفاش تطلب يعني كيفاش تدير البروتوكول هذا، دوك نفهمكم كيفاش تروح دير طلب لجوء باش يعطوكم البروتوكول. هي خاوتي تروحوا لازم تروحوا للبوليس فيدرال، تروحوا للمكتب البوليس فيدرال، يعني المكتب اللي قريب ليك تروح ليه تطلب لجوء من عندهم، تما تطلب لجوء ويعطوك واحد الورقه، يعطوك واحد الورقة تعمرها تعمر فيها جميع المعلومات تاعك، الاسم تاعك، اللقب، شحال عمرك، اسم باباك، اسم يماك، يعني واش من بلاد منها، يعني واش من ولاية، المهم جميع المعلومات تاعك ديرهم فيها بشكل صحيح. ومن تحت يسقسوك يقولوا لك على واش راح تطلب اللجوء. هذيك يعطوك الورقة خاوتي، يعطوك الموعد معاها، يعني هذه الورقة نهار الموعد اللي راح تجي فيه تجيبها لهم، هذه الورقة تكتبها وتجيبها لهم. شرط انك تعمرها باللغه البرتغاليه ولا اللغه الاسبانيه، يعني تشوف واحد هنا من البرازيل اسمه برازيليه ولا برازيلي هو اللي يعمرها لك، يعني انت تعطي له المعلومات صحاح وهو يعمرها لك، هذه اللي ما يعرفش اللغه البرتغاليه والاسبانيه. ونهار الموعد دوك هنا في البرازيل كل مدينه كيفاه، كيما انا واحد من الناس كي رحت ليهم عطاوني ديك الورقه، عطاوني الموعد تاعي بعد 6 شهور، عطاوني بعد 6 شهور. علاه؟ انا في مدينه مانوس فيها بزاف تاع فنزويلا وتاع بوليفيا، يعني فيها بزاف، عليها عطاوني 6 شهور. وفي البرازيل كل مدينه كيفها، بالك دير حسابك على شهر شهرين ثلاثه، كل مدينه كيفها على حساب الاجانب اللي فيها، الاجانب اللي فيها تما. هذه هي خاوتي، هذا هو تطلبوا اللجوء تما، تروحوا ليهم ويعطوكم الورقه هذيك بعد الموعد، تروحوا ليهم تدوا لهم الورقه ومن بعد يصوروكم وتبصموا تما عندهم ويصوروكم ويعطوكم الورقه تاع البروتوكول. البروتوكول هذاك تقدر تريح هنا تريح فيه عام في البرازيل. وهذاك البروتوكول خاوتي يعني تقدر تخدم هنا في البرازيل، تقدر تعيش في البرازيل، عندك حق دير كلش هنا في البرازيل. وكما قلت لكم خاوتي يعني ما يحكموش عليكم كشما مشكل والله حاجه والله ما على باليش، كشما واحد يضارب والله يدير اي مشكل راه ما يزيدوش البروتوكول. يعني كي تجي تطلب العام الثاني البروتوكول تاع العام الثاني كي تجي تطلبه تجدو يعطوك شهر والله شهرين في ذاك يقولوا لك ترحل من البرازيل، هذه في حاله اذا درت كشما مشكل. راكم فاهمين خاوتي؟ ما لا كي تكونوا بالبروتوكول لازم تتجنبوا المشاكل هذه تتجنبوها. وماذا بكم انا نصيحه يعني اللي يقدر يتزوج هنا في البرازيل يشوف كشما وحده يتزوج بها يتزوج بها، لان تتزوج هنا في البرازيل راح تدي الاقامه 3 شهور، تتزوج منها 3 شهور تدي الاقامه نتاعك.
وخاوتي ما تنساوش البروتوكول هذا ديروه في هما احنا كيما احنا الجزائريين يعطونا 3 شهور مده سياحيه يعطونا 3 شهور يعني كي تخلص لك المده 90 يوم 3 شهور اللي عطاوها لك كي تخلص لك غدوه لازم تروح دير تطلب اللجوء باش يعطوك الورقه اللي قلت لكم عليها خاوتي هذه هي خاوتي واي استفسار والله كش ما حاجه حابين تعرفوا والله خلوا لي في التعليقات هنا في اليوتيوب والله في الصفحه تاعي تاع الشخصيه تاع الفيسبوك دوك نديرها لكم هنايا والله الانستغرام هكذا خاوتي تهلاو في رواحكم وما تنساوش خاوتي تبارطاجيو لنا الفيديو هذا وان شاء الله نتلاقاو في فيديو اخر. السلام عليكم.